عبر سكايب مع الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية اللي موجود في روما. مساء الخير يا دكتور فؤاد. مساء الخير، مساء الورد. دكتور فؤاد، أوميكرون منتشر قوي كده ليه؟ ليه العدوى سريعة ومنتشرة بشكل كبير جدا عن كل متحورات كورونا السابقة؟ نعم، سؤال مهم وسؤال بدينا نوضح فيه ثاني يوم من اكتشاف الكورونا فيروس المتحور الجديد أوميكرون. ليش؟ لأنه عنده 53 طفرة، من 53 طفرة 32 طفرة موجودات في البروتينة سبايك، البروتينة التاج، وفي بعض الطفرات تجعل الفيروس المتحور أوميكرون سريع بالانتشار، بس في نفس الوقت تجعل الأوميكرون قوي من الهروب من المناعة، وهذا سبب من الأسباب ينتشر بين الشباب وبين الأطفال اللي عندهم مناعة قوية. عشان هيك كل ما يغدى المتحور عنده طفرات اللي تجعله سريع في هذا الاتجاه الهروب من المناعة، كل ما كان انتشاره ودخول إلى الخلايا بأسهل. عشان هيك اليوم وصلنا إلى أرقام قياسية بالنسبة للمصابين، بس حسب رأيي لازم ننظر إلى الأرقام الثانية وهي أرقام المتوفيين، في تراجع 10% تقريبا، والأعراض هي أعراض خفيفة، 82% من الأعراض أعراض أو الإصابة بدون أعراض، أو 10% أعراض خفيفة، فقط 2% أعراض اللي يعني مهمة، خصوصا بأشخاص اللي عندهم أمراض مسنين أو أمراض جهاز المناعة ضعيف. عشان هيك الأوميكرون يثبت الإحصائيات والتصريحات الأول ساعة، سريع بالانتشار، لا يسبب أعراض خطيرة، لا يسبب الذهاب إلى المستشفيات وغرف الإنعاش، لا يسبب التوفي مثل السلالات السابقة في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والثالثة. هل اللقاحات اللي موجودة لها جدوى مفيدة جدا؟ هسا احنا لازم نوضح كلمة اللقاح مفيد ولا مش مفيد. اولا اللقاح يقاوم المرض، اللقاح يقاوم الاعراض الخطيرة، اللقاح يقاوم عدم ذهاب الى المستشفى، يعني يجعل الشخص انه ما يروحش على غرف الانعاش والى المستشفيات. في لقاح يختلف عن لقاح بالنسبة للمناعة. اليوم النقطة الثانية، بعد الجرعة الثانية شفنا انه المناعة بتراجع، عشان هيك اليوم الجرعة الثالثة تقريبا ازيد من 90% عندها مناعة ضد جميع المتحورات وضد متحور الأوميكرون اللي صفته قوي في بالهروب من المناعة. عشان هيك نصيحتي لجميع الأصدقاء في مصر والدول العربية، التطعيم هو يقاوم المرض، يقاوم الأعراض الخطيرة، يقاوم التوفي، ويقاوم عدم الذهاب إلى المستشفيات. وهي النقطة لازم نأخذها في عين الاعتبار دائما. فيش لقاح يقاوم الفيروس 100%، فيش لقاح